شيخنا الجليل، هناك من يقول بأنه الرؤية العلمية تكاد أن تكون كاملة متكاملة، فلا يوجد هناك داع لإقحام الدين في كل الأمور. أولا، العلم لا يغطي كثيرا من مناحي الحياة، الدين هو الذي يغطي مناحي الحياة، الدين هو المتكامل، الدين يبعث على العلم، الدين ليس مخاصما للعلم على الإطلاق. أعني بالعلم هنا هاي العلوم التجريبية النظرية الآن أو الوضعية، أما العلم لا، العلم لا يمكنه مثلا أن يكون لنا منظومة معرفية ما ورائية، وهذه مهمة. العلم لا يمكنه مثلا أن يكون لنا معرفة أو يرشدنا إلى معرفة دقيقة بالنفس البشرية كما يقدمها الدين. حتى علم النفس التجريبي ما زال قاصرا وما زال يعني ضعيفا جدا عن أن يقف على حقائق النفس البشرية كما وقف عليها الدين، أو كما أثر عن سفراء الله عز وجل في الأرض. المنظومة كذلك الأخلاقية، المنظومة الأخلاقية أيضا لا يتكفل بها العلم الحديث. العلم الحديث يمكن لك أن يرشدك إلى ما تسالم عليه البشر من أخلاق ليس معلوما أنها كلها في صالح البشر. وقد ضربت لكم مثالا في الحلقات الماضية عن أنه ما قد يعتبره يعني المتحضرون اليوم حرية هو عند مجتمعات أخرى يعتبر من البدائيات، يعتبر أصلا انحدارا إلى مستوى الحيوانات كممارسات الشذوذ مثلا، والعكس بالعكس. فما قد يعتبر في بعض المجتمعات الدينية ذات الأديان الزائفة كالمجوسية مثلا يعتبر أمرا عاديا أو أمرا مقبولا كنكاح المحارم، هو عند المجتمعات المتحضرة الآن يعني عند في الغرب وكذا من تعتمد العلوم الحديثة كما يقال يعتبر من أكبر المحرمات ويعاقب عليه القانون. فتبقى هذه قضايا نسبية. إلغاء الدين كلية من مسرح الحياة والاكتفاء بالعلوم التجريبية هو جريمة في حق الإنسانية بلا مبالغة، هذه جريمة، لأنه معنى ذلك أنك تعزل المجتمع عن بنائه الروحي. لو لم يكن من وراء ذلك سوى إيهام الفرد أنه مجرد خردة فضائية وأنه لا هدف أو هدفية له ولا غاية من وجوده ولا حياة بعد حياته هذه، وأنه مجرد موجود للاستهلاك الكوني، لو لم يكن لهذه النظرية إلا هذه الجريمة لكفى في ردها. يعني معنى أن تحولني أنا إلى مجرد خردة فضائية موجودة للاستهلاك معناه أنك تجعلني أنزع أكثر إلى الانعتاق من كل رابط أخلاقي. ما الذي يجعلني أهتم مثلا بتكوين أسرة؟ ما الذي يجعلني أحنو على أطفالي؟ وبالفعل هذا أحد أسباب أنه تجد هذا الخواء الروحي والأخلاقي والمعرفي والنفسي لدى كثير من أبناء الغرب اليوم. ما عدوا يستشعرون، يعني هم صاروا أقرب إلى آلات استهلاكية، لا مشاعر، لا روحية أو روحانيات، لا روابط أسرية، لا إسهاما حقيقيا في التكامل البشري من حيث
روحية البشر ونفسية البشر وقيم البشر. ولذلك تجد هاي المعدلات الهائلة في الانتحار، للانتحار مثلا في أوساط الغربيين على سبيل المثال، تجد أيضا هذا التفكك الرهيب بين أوصال المجتمع بما فيها الأسرة الواحدة، والذي دق ناقوس الخطر حتى عند الحكومات الغربية، وبدأت تبث حملات التوعية من أجل المحافظة على كيان الأسرة. لماذا نحن مثلا، أنا ذات مرة ذهبت مع يعني مع طفلة لي، ذهبت إلى الجي بي اللي هو المستوصف يعني أو العيادة، ويعني للتطعيم، تطعيم الطفلة. فالنيرس الممرضة مجرد أن رأتني يعني خاصة بهذا اللباس، فأحسست منها أنها كأنها هكذا يعني كأنها متعطشة لشخص يعني مجرد يكون من هؤلاء الروحانيين، يعني من هذا الباب، لأنه لديها هذا الخواء، الحياة المادية طغت. فأتذكر أول ما رأتني هكذا تأملت وبدأت تقول I see a peace around you، أرى السلام حولك، عرفت شلون؟ وبدأت تتكلم، تحاول أنه يعني تتعرف علي أنا وعلى ديني وعلى من أمثل وعلى كذا وإلى آخره، يعني من أمور هذا يكشف عن أنه عندهم هذا التعطش. بالفعل هنالك تعطش حقيقي لدى الغربيين وهذه المجتمعات التي تعد الآن مجتمعات متحضرة، تعطش كبير للدين، وهذا كاشف عن أنه لا يمكن إلغاء الدين كلية. لو لم يكن لديهم هذا التعطش، ما الذي يجعل مثلا الإسلام أكثر الأديان في معدلات النمو والانتشار حتى في البلاد الغربية؟ هذه حسب الإحصاءات. هنالك إذن مشكلة، هنالك فراغ لا يمكن ملؤه إلا بالدين، وإلغاء الدين كلية جريمة في حق البشرية. راسل الفيلسوف المعروف، مع أنه المشهور كونه ملحدا وأنه يؤصل يعني للإلحاد وكذا، لكن ابنته تذكر في مذكراتها التي كتبتها عن والدها أنه يقول، يعني هي تنقل عنه أنه دائما كان يكرر أنه رغم أنني بلغت في يعني هذا العمر وأنا في ماض في هذا الاعتقاد، يعني في التأسيس للفلسفة الحديثة والتي لا تؤمن أو لا ترى ضرورة لوجود الله، لكن هنالك في قرارة نفسي، هو صرح لها أكثر من مرة كما تنقل، أنه في قرارة نفسي أنا ما زلت أجد هنالك فراغا في نفسي وفي عقلي، ولا يملأ هذا الفراغ إلا الدين، إلا الاعتقاد بالخالق. وتقول ظلت هذه الفكرة تراوده إلى أواخر أيام حياتي. لذلك نقول إن الدين مهم، إنه ليس إقحاما، ليس أمرا كما يصوره الملحدون عفى عليه الزمن، الدين كانت مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري، لا. ولذلك شوف مع كل هذا التطور الآن المادي والحضاري والتجريبي والعلمي، الدين لم يفقد بريقه، حتى الأديان المنحرفة لم تفقد يعني بشكل عام على الإجمال. لماذا لم تفقد؟ لأنه ليس هنالك بديل. يعني ما الذي يدفع الآن مثلا البروفيسور الكذائي، تلاقيه واحد بروفيسور هندي في جامعة هارفارد مثلا، ولكنه في أواخر عمره يجد نفسه بحاجة إلى أن يتدين هندوسيا ويصبح مقدسا للبقرة، مع أنه هذا التوتال 100% يعني هذا أمر انحدار حقيقي. يعني معقولة عقلية هذا الأستاذ الجامعي الدكتور أو البروفيسور تقبل بأن يقدس حيوان ويتبرك به وما أدري كذا أو يسجد له؟ إنه الفراغ الروحي. ما وجد الإسلام، ما وجد الإسلام الحقيقي لملء الفراغ، فينطلق نحو
أي شيء يستشعر فيه لذة روحية لنفسه. وحتى كما بينا أنه حتى في جانب العلوم التجريبية الدين ينضج على، ولكن بشرط كما قلنا أن يكون الفهم للنص الديني فهما صحيحا وسليما.